لا 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 أتعلم أنا أتعلم. إحنا في المدرسة طلاب نتعلم ويا الأصحاب، نفتح للمستقبل باب نحيي في الوطن التجديد. إحنا في المدرسة طلاب نتعلم ويا الأصحاب، نفتح للمستقبل باب نحيي في الوطن التجديد. أتعلم أنا أتعلم حتى أفيد وأستفيد، وأعرف لما أتكلم إنه كلامي صح ومفيد. ليلى لا ليلى لا ليلى لا لا ليلى لا ليلى لا ليلى لا. بسم الله الرحمن الرحيم. حياكم الله أعزائي طلاب الصف الخامس ابتدائي ابن خلدون الياسمين في مادة الاجتماعيات، مع الأستاذ أحمد قبلان. حياكم الله وبارك الله بكم وأسعدكم الله. أعزائي الطلاب، درسنا اليوم بعنوان الحماية الاجتماعية والصحية. الحماية الاجتماعية والصحية. نحن الآن طبعا في الوحدة السابعة، نحن الآن في الدرس الثالث من هذه الوحدة، الدرس الرابع عشر طبعا، الحماية الاجتماعية والصحية. تعرفنا في الدرس الماضي عن أهم الخدمات الحكومية، والدرس الذي قبله عن مؤسسات الدولة، وباقي عندنا درس في هذه الوحدة وهو الحماية الاجتماعية والصحية. ماذا يقصد بالحماية الاجتماعية والصحية، ومن هو المسؤول عن تأمين الحماية الاجتماعية، ومن هو المسؤول عن تأمين الحماية الصحية؟ كما نلاحظ هنا في التقسيم في بداية الدرس، الحماية الاجتماعية من مهام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. الحماية الاجتماعية من مهام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. أما الحماية الصحية فهي من مهام وزارة الصحة، ومن خلال الخدمات التي تقدمها والتي سوف نلاحظها بعد قليل. طيب، سوف نبدأ طبعا بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية التي قلنا أنه من مهم هي المسؤولة عن الحماية الاجتماعية. وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ماذا تقدم هذه الوزارة، وما هي أهم الخدمات التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية؟ طبعا تقدم الوزارة خدمات الحماية الاجتماعية من خلال عدد من الأعمال. سوف نلاحظ الآن بعض الأعمال التي تقوم بها هذه الوزارة. من خلال هذه الأعمال هي تقدم خدمات الحماية الاجتماعية. عندما نقول الخدمات الاجتماعية أي الحماية الاجتماعية، أي حماية النساء والأطفال والناس في المجتمع. فما هي أهم الأعمال التي تقوم بها الوزارة، أي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، التي تقدم من خلالها خدمة الحماية الاجتماعية؟ في عندنا من أهم هذه الأعمال عندنا حماية النساء والأطفال. حماية النساء والأطفال الذين ينالهم العنف والإذى. في كثير من الناس أو من النساء أو الأطفال ممكن ينالهم العنف والإذى، فمن مهام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية هي حماية النساء والأطفال. أن تقدم الوزارة خدمات الحماية الاجتماعية من خلال عدد من الأعمال، ومنها حماية النساء والأطفال قلنا الذين ينالهم العنف والإذى. أيضا في عندنا من الأعمال الأخرى لهذه الوزارة، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عندنا توفير دور الملاحظة. توفير دور الملاحظة، إيش هذه دور الملاحظة؟ تقدم الرعاية لصغار السن. تقدم الرعاية لصغار السن الذين يصدر نحوهم عقوبات. في بعض صغار السن يقومون بمخالفات أو جرائم صغيرة أو مخالفات، فمن أجل توعيتهم وتعليمهم فيقومون أو يأخذون إلى هذه الدور اسمها دور الملاحظة. توفر الرعاية لصغار السن الذين يصدر نحوهم عقوبات. في عندنا أيضا رعاية الفتيات وتوفير السكن لهن. رعاية الفتيات وتوفير السكن لهن. أيضا عندنا متابعة أحوال المواطنين والمواطنات الذين يحتاجون إلى المساندة والإرشاد. إذا نعيد
بشكل سريع، ما هي أهم وما هي الخدمات التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية؟ تقدم الوزارة خدمات الحماية الاجتماعية من خلال عدد من الأعمال. عندنا 5 أعمال نحفظها تقدمها وزارة العمل. أولا عندنا حماية النساء والأطفال الذين ينالهم العنف والإيذاء. 2 توفير دور الملاحظة والرعاية لصغار السن الذين يصدر نحوهم عقوبات. أيضا رعاية الفتيات وتوفير السكن لهم. أيضا متابعة أحوال المواطنين والمواطنات الذين يحتاجون إلى المساندة وإرشادهم أيضا. طبعا من أبرز أعمال وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في مجال الحماية الاجتماعية، مجال الحماية الاجتماعية إنشاء وحدات الحماية الاجتماعية ولجانها في المناطق. أيضا إنشاء مركز لتلقي بلاغات العنف والإيذاء. أيضا عندها 17 دار ملاحظة اجتماعية ترعى النزلاء من 12 إلى 18 سنة. أنا ذكرنا قبل قليل بعض الناس أو الأطفال اللي أعمارهم من 12 إلى 18 سنة من يقومون بمخالفات أو بعض الأعمال الخاطئة، فيأخذون إلى هذا المكان لتنميتهم وتعليمهم وإرشادهم. يوجد لدى الوزارة 17 دار ملاحظة اجتماعية ترعى هؤلاء الذين يقومون ببعض الأخطاء أو الأعمال الخاطئة من صغار السن طبعا، ورعايتهم وإرشادهم وتعليمهم. أيضا في عندنا هنا مؤسسة لرعاية الفتيات اللي هم أقل من 30 سنة. طيب كما نلاحظ هنا قد وضعوا لنا أنه إذا نالك العنف أو إذا اتصل بالرقم الموجود بعد 1917. طيب هذه من أهم الخدمات التي أو الأعمال التي تقدمها وزارة العمل من أجل توفير الحماية الاجتماعية. طيب الآن ننتقل إلى النشاط الأول. تقدم مؤسسات الدولة خدمات الحماية الاجتماعية لحفظ حقوق أفراد المجتمع الذين تحدث لهم المشكلات داخل الوطن أو يكونون في أوضاع لا يستطيعون فيها حماية أنفسهم، وتقدم لهم الحماية، أو الذين يخالفون النظام وهم صغار السن فيتابعون ويلاحظون. ماذا نستنتج من هذا؟ إذن واضح السؤال أنه تقدم مؤسسات الدولة خدمات الحماية الاجتماعية. طبعا قلنا وزارة العمل والتنمية الاجتماعية هي التي تقدم هذه الخدمات، خدمات الحماية الاجتماعية من أجل ماذا؟ لحفظ حقوق أفراد المجتمع من الذين تحدث لهم مشكلات أو يكونوا في أوضاع صعبة لا يستطيعون حماية أنفسهم كما ذكرنا، حماية النساء والأطفال، أو الذين يخالفون نظامهم صغار السن، فكل هؤلاء يتابعون ويلاحظون ولهم خدمات. ماذا نستنتج من هذا؟ يلا فكروا بالإجابة. نستنتج طبعا اهتمام الدولة بحقوق المواطنين ورعايتهم والعناية بصغار السن. نعيد، نستنتج اهتمام الدولة بحقوق المواطنين ورعايتهم والعناية بصغار السن. الآن سوف ننتقل إلى الجزء الثاني من الدرس وهي الحماية الصحية. درسنا عن الحماية الاجتماعية والصحية، تكلمنا عن الحماية الاجتماعية التي هي من مهام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. الآن ننتقل إلى الحماية الصحية والتي هي من مهام وزارة الصحة. طيب ماذا تقدم وزارة الصحة من خدمات؟ معروف تقدم الوزارة خدمات عديدة للمحافظة على صحة المواطنين والمقيمين. تقدم وزارة الصحة خدمات عديدة للمحافظة على صحة المواطنين والمقيمين من خلال ماذا؟ من خلال مراكز الرعاية الصحية أو المستشفيات. من خلال مراكز الرعاية الصحية الأولية الموجودة، هذه طبعا في كل الأحياء، في أي حي الآن موجود مركز للرعاية الصحية الأولية. طبعا والمركز مركز الرعاية يكون صغير يعني لتقديم خدمات صحية وقائية من تطعيمات وغيره وأيضا علاجية. طبعا وأيضا هناك المستشفيات وأيضا البرامج الصحية لتغذية المواطنين. إذا تقدم وزارة الصحة خدمات عديدة لمحافظة صحة المواطنين من خلال المراكز الصحية الأولية والمستشفيات والبرامج الصحية لتغذية المواطنين. طيب ما هي مراكز الرعاية الصحية الأولية؟
طبعا هي كما ذكرت أنا قبل قليل هي مراكز صحية تنشأ في الأحياء، في الأحياء يعني الآن في كل حي من الأحياء في عندنا مركز للرعاية الصحية الأولية. مهمة هذا المركز طبعا تقديم الخدمات الصحية والوقائية. والوقائية خدمات صحية يعني من علاج وأدوية وغيره، والوقائية كما قلت أي يقصد بها التطعيمات التي تعطى للأطفال في مستوى عام. ثم يحال من يحتاج إلى رعاية متقدمة إلى المستشفيات. إذا كان الإنسان مريض وحالته صعبة هذا يحتاج إلى مستشفى لأنها أكبر وفيها عناية أكبر أكثر. طبعا طبعا في وطن المملكة العربية السعودية منشآت طبية كبيرة تسمى المدن الطبية، وهي مستشفيات كبيرة لعلاج المرضى. يعني هذه المدن الطبية هذه أكبر من المستشفيات العادية. يعني دعونا نقول مستشفى كبير جدا ضخم. إذا في وطن المملكة العربية السعودية منشآت طبية كبيرة تسمى المدن الطبية، اسمها المدن الطبية، وسوف نتعرف بعد قليل على أهم هذه المدن الطبية. وهي طبعا كما ذكرنا هي مستشفيات كبيرة، هي مستشفيات كبيرة لعلاج المرضى. الآن سوف نتعرف على أهم هذه أو أبرز المدن الطبية السعودية. عندنا كما نشاهد الآن في الصورة الأولى مدينة الملك سعود الطبية بالرياض، وهي مدينة طبية كبيرة. كما قلنا المدن الطبية هي عبارة عن مستشفيات ضخمة كبيرة. من أبرز المدن الطبية السعودية إذن واحد مدينة الملك سعود الطبية بالرياض في الصورة الأولى. الصورة الثانية عندنا مدينة الملك فيصل الطبية في عسير. مدينة الملك فيصل الطبية في عسير، هذه في منطقة عسير. عندنا في الصورة الثالثة هذه مدينة الملك فهد الطبية بالرياض، مدينة الملك فهد الطبية بالرياض. وعندنا أيضا في الصورة الأخيرة كما نشاهد مدينة الملك عبد العزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني أيضا في الرياض. هذه من أبرز المدن الطبية السعودية. طيب باقي عندنا هيئة الهلال الأحمر السعودي، وهذا معروف عند الجميع. ما مهمة هيئة الهلال الأحمر السعودي؟ ماذا تقدم من خدمات وما مهمة هذه الهيئة؟ معروف الهلال الأحمر السعودي طبعا تقدم الهيئة الخدمات الطبية الإسعافية الطارئة والعاجلة للمواطنين والمقيمين والزائرين، وخدمات نقل المرضى والمصابين في أنحاء وطن المملكة العربية السعودية. معروف هذا الهلال الأحمر السعودي مهمته الأولى هو المهمة الإسعافية. في حال وجود مثلا حالة إسعافية طارئة عاجلة مباشرة تتصل الهلال الأحمر السعودي كما واضح عندنا هنا في هذا الشكل، طلب الإسعاف اتصل بالرقم 998. تقدم هيئة الهلال الأحمر السعودي الخدمات الطبية الإسعافية. إذا مهمته إيش؟ مهمته طبعا مهمته في الحالات الحرجة الإسعافية الطارئة هو إسعاف سريع. تقدم خدمات إسعافية طارئة وعاجلة لجميع الموجودين داخل المملكة العربية السعودية من مواطنين ومقيمين وزائرين، وأيضا تقدم خدمة نقل المرضى والمصابين في أنحاء وطني. يعني مثلا المريض يحتاج أن ينتقل من مدينة إلى أخرى، ممكن حالته صعبة مستعصية، أو في المدينة الأخرى يوجد مثلا خدمات طبية أقوى وأكثر، فأيضا تقوم هيئة الهلال الأحمر السعودي بنقل المرضى والمصابين بين مدينة وأخرى ومنطقة أخرى. هذه من مهام هيئة الهلال الأحمر السعودي. كما نشاهد هنا لطلب الإسعاف كنا نتصل بالرقم 998. طبعا هذه الأرقام من المفترض معروفة عند الجميع وعلى الجميع أن يحفظها، رقم الإسعاف، رقم دفاع مدني، رقم الشرطة، هذه أرقام ضرورية لدى الجميع يجب أن تكون. هنا يقول إجمالي الخدمة الإسعافية في وطن المملكة العربية السعودية في الأعوام بين 1435 و1439 كما نشاهد هذا الرقم كبير 2,603,833، يعني هذه إجمالي الخدمات الإسعافية. طيب طبعا موزعة كما نشاهد هنا على الخارطة حسب كل منطقة وأخرى. طيب هذه أهم الخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة، وهي بشكل عام مسؤولة عن الحفاظ على صحة المواطنين. إذا درسنا كان الحماية الاجتماعية والصحية،
التركيز على أهم البنود، البنود التي مرت معنا في الدرس. درسنا كان الحماية الاجتماعية والحماية الصحية. الحماية الاجتماعية قلنا من مهام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من خلال بعض الأعمال التي تقوم بها هذه الوزارة لتقديم الخدمة، خدمة الحماية الاجتماعية، مثل حماية النساء والأطفال، توفير دور الملاحظة، رعاية الفتيات، مع متابعة أحوال المواطنين والذين يحتاجون إلى مساعدة وإرشاد. وأيضا قلنا من مهام وزارة الصحة هو الحفاظ وتقديم خدمات تتعلق بالصحة، الحفاظ على صحة المواطنين من خلال مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات، وأيضا البرامج الصحية لتوعية المواطنين. وأيضا تعرفنا على هيئة الهلال الأحمر السعودي وعلى مهام هذه الهيئة اللي هي تقديم خدمات الطبية الإسعافية الطارئة والعاجلة للمواطنين. إلى هنا نكون قد انتهينا من هذا الدرس أعزائي الطلاب عن الحماية الاجتماعية والصحية. بارك الله بكم وبالتوفيق إن شاء الله. سلام.